النهاردة أول يوم حضانة لناصر، وناصر طبعا المفروض يبقى نايم. لا ده صاحي ومش عايز ينام خالص، حاطط الطقم بتاع الحضانة جنبه والشنطة، وإلا هقعد لحد ما ميعاد الحضانة يجي. طفل غريب، وإيه الحلقة اللي أنت عاملها دي يا ناصر؟ لسه غسل شعره وعامل حلقة حزلقوم وحاجة غريبة خالص. لا وعمال يعمل لي يمين وشمال، تحس ربنا يستر. اتفرجوا للآخر وشوفوا ناصر بقى ما يلبس الطقم عامل إزاي. وهنا مامته كانت بتحضر له اللانش بوكس والبوتل ومش عارف ايه الحاجات الغريبه دي. انا اللي اعرفه ان الساندوتش بيتاخد في الكيس وازازه ميه معانا، لكن بقينا نسمع حاجات غريبه، بوتل ولانش بوكس وحاجات ما يعلم بها الا ربنا. وهنا ناصر كان لبس اليونيفورم وبيقفل الشنطه وبيستعد لليوم الجميل. جاهزين ناصر؟ نسينا حاجه مهمه. ايه هي؟ لما نشوف تيتا امل نقول ايه؟ نقول ايه؟ الله يرحمك يا تيتا امل يا جد ناصر. وجد ناصر؟ اه. قول لها ايه رايك يا تيتا امل في الطقم بتاع الحضانه؟ رايك يا تيتا امل في الطقم بتاع الحضانه؟ البس الكوتشو وريكي؟ يلا. اه. ده بوسه. الله يرحمك يا تيتا امل. يلا يا ناصر. وهنا ناصر خلاص يلا. واحد اثنين. هنا لبس الكوتشي ومستعد، وكان مستعجل جدا والله العظيم، مستعجل جدا. يلا يلا مش عايزنا نصوره حتى يا ابني، ده ذكرى ليك، ده حاجه عشان لما تكبر تشوفها. يعني بص ام هتلاقيه مستعجل، يلا 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 مش عايز يقف، مش عايز يخلينا نصور اي حاجه خالص، زي ما يكون بقى ايه خلاص. ربنا يستر على الاستعجال ده. بقى هتكمل في الحضانه ولا ايه نظامك؟ ويلا يلا يا ناصر. وهنا لحظه دخول الحضانه وحاجه حلوه كده بقى، ملاهي وبلالين والعاب، حاجة تهيأ للطفل كده ان هو ايه داخل ملاهي مش داخل حضانة. وناصر بصراحة ايه دخلت عليه كيدز كورنر حاجة، وكان الاستقبال كويس جدا جدا. وهنا بيصوروا ناصر، بيصوروا كل الاطفال هنا بحيث ان الصور بقى ايه تفضل ذكرى معاهم. وناصر كان واقف مبسوط، بس كان لسه ايه اللي انا فيه ده. وهنا طبعا الصورة اول ما يدخل الحضانة خالص، صورة جميلة جدا. وهنا انا وناصر بقى خلاص بقى احنا ايه بحاول اقلم اخد بقى على الجو خلاص ايه، عشان دنيتك الجديده اللي انت داخل عليها. كنا طالعين ندور على الكلاس بتاع ناصر، ودخل الكلاس وقابل الاطفال، قابل دنيته الجديده، وده مالك اللي جنبه لسه الاتنين تايهين. ودول بقى ايه حكايه الاتنين هناك، دول حكايه اللي هو ايه، بص ده عمال يبص لده وده عمال يبص لده، اللي هو ايه دنيا دنيا تانية. طبعا اللي هناك ده بقى خالص اللي في الجنب ده، جنب اللي رفع شعره ده، ده بقى اللي انا المفروض عملت له فيديو لوحده، ده بقى رئيس العصابة بتاع الحضانة. ده بص بكلمه وبقول له انت عامل ايه، اسمك ايه، بقول له شوف انت رايح فين من اولها كده. فده هيبقى لنا قصص معاه انا وناصر، وانتظروا الاجزاء اللي جاية. هنا ناصر كان خلاص اتصاحب على الناس اللي فوق وعرف الميز بتاعته، ونزل بقى قال لك ايه سيبوني سيبوني خلاص انتوا خلصتوا اليوم، اللي هو ناصر انا جاي ملاهي مش جاي حضانة، وربنا يستر. هنا بقى دخلنا على ايه، على المسجد اللي في الحضانة، بياخدوا طبعا الاطفال بيصلوا الفروض تحت في المكان ده. وهنا عندهم الالعاب، كل الالعاب حاجه بصراحه تحفه تحفه تحفه. وناصر طبعا مش هم انا بعمل ايه، اهم حاجه المكان ده، اللي هو سيبوني هنا لحد خلاص بقى انا مش هروح معاكم، واخد ان احنا جايين ملاهي بجد والله. وحاولنا بقى طبعا، هما بيسيبوا الاطفال اول يوم كده بيلعبوا وبيعملوا اللي هما عايزينه عشان ايه يحسوا ان هما ايه خلاص جايين نلعب، دنيتهم الجديده اللي هما داخلينها دي ما يحسش بقى ان هو داخل على حاجه بجد بقى، ولا داخل النوع جد كده. لا بيسهلهم الدنيا اول يوم اول يومين. وناصر هنا طبعا عمال افك واخليه يلعب ويعمل ونرقص وقلبنا. البص الميس بتقول انتوا ناصر جاي تحسوا جاي قاعه اللؤلؤه، يعني بص ناصر بجد والله قسما بالله مقضيها رقص طول اليوم، رقص الحضانه كلها. وربنا يستر ويكون يوم بس وخلاص خلصت على كده، لان ناصر ربنا يستر. اهو هنا كان ايه بحاول ارقصه شويه، هنا طبعا طلع بقى فوق واندمج خالص وده مش حاجه، يعني كل ما ده اصور الاقي ناصر بقى يبطل.
وهنا ناصر خرج بره بقى ايه عمال يتمرجح ويتعمل، بص مقضيها بصراحة مهيئين الطفل جامد، ان هو يوم لعب يوم يحب المكان فيه. ناصر طبعا ما يتوصاش، اقسم باللقعة اللؤلؤة بجد. يعني ايه اللي انت بتعمله ده يا ناصر؟ يعني بص عمل لهم فقرات هناك، لو اتصورت بجد واتعملت بص مليار مشاهدة. وناصر هنا برضو ايه كان عمال يرقص لما لقى كله بيصوره ولقى كله واقف له، خلاص بقى ايه تحسه ان هو هابط شوية كده، ده عايز تتفرج عليه من غير ما تصوره. بجد 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 كيدز كورنر رقم واحد في نظام، حسن استقبال وكل حاجة، والناس محترمين جداً.